الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين. أظنكم سمعتم وسمعنا وعلمتم وعلمنا وقرأتم وقرأنا ما يحصل في محافظة إب من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوعة. صار شعارهم هناك ليس الصرخة ولكن زوجونا بناتكم وإلا قتلناكم، وهذا ما سمعناه ورميناه وما استنكرته الأمة. أظن حتى حمير وأبقار إب وحيواناتها استنكرت الموضوع. إكراه في الزواج وإعلان أن سلالة من الناس هي أطهر وأنقى وأنبل من الناس، حق لها أن تأخذ ما تريد وأن تصنع ما تريد وأن تفعل ما تريد، وكل رافض لما يريده له داعشي وكفيري وعميل ومرتزق. لم يحصل هذا على مر التاريخ. إما أن تعطيني بنتك زوجة وإلا فأنت مجرم والسجن أو القتل نصيبك. سلوا الرومة وسلوا مدينة إب ما هي مخرجات المخلوع في صنعاء ومخرجات السيء في صعدة، هي مخرجات الإكراه والتملك. وأظن بعد حين سنسمع أنهم أعيرون بناتكم لنستمتع بهن، فإن المسألة بالتدرج لتعلموا أن الشيعة والجارودية وأرباب أو أغيال بدر الدين والهالك حسين وابو جبريل سيء صعدة هي مخرجات عفنة في الجنس، عفنة في الاقتصاد، عفنة في السياسة، عفنة في المعتقد، عفنة في كل جوانب الحياة. كل ما على الأرض الذي تحت أيديهم هو ملكهم من بشر وحجر وبقر وحيوانات، وكل معترض مجرم حلال الدم يقتل. أفلا تثيق الأمة؟ أفلا تفهم أن مخلوع صنعاء قد عانق سيء صعدة لتكون الجيفة القذرة بينهم بأنصار عطلوا العقول من أجل أن تملأ الأمعاء؟ بل أظن بعض الأحيان حتى أمعاؤهم خاوية كعقولهم، استعبدوا أو استمرأوا الاستعباد والإذلال. لكن أتبقى إب وهذا حالها؟ أيرضى الناس بما يحصل؟ هل تبلدت الأمة وذهبت النخوة والكرامة؟ هل صارت قبائل إب عبارة عن سراب بقيع يحسبه الظمآن ماء؟ أصارت النخوة والشرف معدومة والخوف قد سيطر على الناس؟ متى تستيقظ الأمة؟ سيعطي الله تعالى بالنصر. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ما سمعناه أحرجنا، جرحنا، آلامنا، علمنا أن الحق معنا وفينا، وأننا من أجل الحق رابطنا على التباب وفي الجبهات. وتلك قضية، وكل يوم نسمع شيئا جديد. علمنا بالمجهود الحربي، علمنا بسجن الناس، علمنا بفرض الإتاوات، علمنا بالخمس المخفي تحت أطار المجهود الحربي. وما أخشاه اليوم أن يكون لهؤلاء كما يريدون، خمس في أعراض الأمة، ولكنهم ما زالوا يستحون أو يخشون أن تنقلب عليهم الأمة. فإذا شعروا أن الأمة موت فوق موت سيفصحون عما هو أسوأ. والأيام بيننا، فسلوا حلب وسلوا فلوجة وسلوا أدلب وسلوا العراق ما صنعت الشيعة لتعلموا أن هؤلاء مجرمين. ولا تقولوا لي سياسة، أقول لكم بصراحة، أسوأ المخلوقات كان المخلوع ولا أسوأ منه. هو سر البلية وأساسها، وهو شيطانها وعميلها، وهو مخرجها ومنفذها. وأسوأ البشر أنصاره يتحوثون يتقعدون يصنعون ما يريدون. لكن أعراض الأمة ليست للمزاد العلني ولا للبيع، فينتصر الحق ولو بعد حين. اللهم اكفنا شرهم ونفوض أمورنا إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد.